رعت السفيرة اللبنانية في الأردن تريسي شمعون الاحتفال بختام الدورة الموسيقية لتلاميذ موسيقات الجيش اللبناني الذين أنهوا دراستهم في المعهد الوطني الأردني للموسيقى. المزيد في هذا التقرير. أقيم في مركز الحسين الثقافي منطقة راس العين حفل موسيقي لتلاميذ موسيقات الجيش اللبناني الذين أنهوا الدورة الموسيقية في المعهد الوطني للموسيقى. وحضر الحفل الذي جاء برعاية السفيرة اللبنانية لدى الأردن تريسي شمعون عدد من السفراء وشخصيات رسمية وأمنية وإعلامية ومشاركة المونسنيور غازي خوري راعي كنيسة مار شربل للموارنة في الأردن وأبناء الجالية اللبنانية وجمع من المهتمين. وفي كلمة ألقتها السفيرة شمعون حيت فيها القوات المسلحة الأردنية وضباط وأفراد قوات موسيقات الجيش اللبناني، كما رحبت أيضا بالحضور وبأبناء الجالية اللبنانية في الأردن مهنئة الطلبة الذين أنهوا تعليمهم الموسيقي ومؤكدة على استمرار التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات. إنني لسعيدة جدا في هذا المساء برعاية هذا الحفل الموسيقي الذي يحييه نخبة من أفراد موسيقى جيشنا اللبناني العظيم والتي آمل أن تستمتعوا بها وأن تقضوا وقتاً جميلاً خلاله. اسمحوا لي بداية أيها السادة بأن أوجز قليلاً عن فرقة موسيقى الجيش اللبناني. تاريخها يعود إلى بدايات أيام الانتداب الفرنسي، كما أنها قد مرت بمراحل عديدة قبل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم، وتمثل أحد وجوه الجيش الأكثر إشراقاً وحضوراً في المجتمع اللبناني من خلال مشاركتها في الاحتفالات الرسمية المدنية والعسكرية وفي المهرجانات والمناسبات الوطنية والثقافية والرياضية، وأينما حلت نجحت في إطفاء الرونق الذي يضخ الروح في الاحتفالية. وقدم الطلبة الخريجون مجموعة من المعزوفات والأغاني الوطنية بمشاركة من طلبة البكالوريوس في المعهد وهم بيسان كمال ونتالي سمعان. وفي ختام الحفل تم تسليم الشهادات للطلبة بالإضافة إلى تقديم درع تكريمي للسفيرة اللبنانية ومدير المعهد الأستاذ محمد عثمان. ويأتي هذا الحفل ضمن الاتفاقية الموقعة بين المعهد الوطني للموسيقى وموسيقات الجيش اللبناني، حيث يقوم الجانب اللبناني بإرسال ضباط من الموسيقات وإقامة ورش عمل وحضور امتحانات المعهد وفعالياته، ومن جهته يعمل المعهد على تدريب تلاميذ الموسيقات على كافة الآلات والمواد النظرية. Yeah.